في إطار الجهود التي يبذلها مجلس البحث العلمي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات، دشن المجلس ولأول مرة في السلطنة مسابقة عمان لتصميم البيوت الصديقة للبيئة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار في مجال تصميم المباني الصديقة للبيئة، والتي تتميز بمواصفات الكفاءة العالية وقلة التكلفة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. طبعا مسابقة عمان للبيوت الصديقة للبيئة جاءت حقيقة تطوير لبرنامج، أحد البرامج تحت مظلة برامج الابتكار، وجاءت حقيقة لتعزيز فكرة البحث العلمي والابتكار في قطاع البناء. فكما تعلمون أن قطاع البناء يعني قطاع كبير مستهلك للطاقة، فتوفير الطاقة في هذا الجانب وخاصة حقيقة الطاقة المستهلكة في تبريد المباني تعتبر حوالي 80% من الطاقة المستهلكة في هذه المباني، فتسليط الضوء على هذا الجانب المهم من استهلاك الطاقة ومن العملية التنموية اللي هي عملية تطوير المباني وعملية تطوير المدن، يعني شيء لم يغفل عنه مجلس البحث العلمي. Is critical to successful thinking about integrated design, low energy buildings, and high performance. So single. طبعا المسابقة لها أهمية كبيرة، كون العالم في الوقت الحاضر يتجه نحو البيئة الخضراء أو البيئة المستدامة. المسابقة سوف تثري المكتبة المعمارية بسلطنة عمان، وذلك من خلال وجود 5 فرق مشاركة في هذه المسابقة. سوف تثرينا بتصاميم واقعية ذات تصاميم مستمدة من البيئة الخضراء أو البيئة المعمارية الموجودة في عمان. الجهات التشريعية والتنفيذية في السلطنة معنية بالبدء في وضع الضوابط والمعايير للارتقاء بتصميم المباني في السلطنة، بحيث يتم الاستفادة أولاً من مواد البناء المحلية الموجودة معنا هنا في السلطنة ومراعاة المناخ الموجود معنا، ومن ثم يتم رصد وتقييم كفاءة المباني بعد الانتهاء منها حسب المعايير والضوابط الدولية المتبعة في هذا الصدد. جاء تسليط الضوء على هذا الجانب من خلال مسابقة تعنى بالتنافس بين الجامعات المحلية في السلطنة، بحيث يعني يشترك الطلاب والمهندسون وأيضا القطاع الخاص وأيضا الجهات المعنية بالمصادقة على قواعد البناء، الاشتراك في فريق عمل متكامل. تدخل هذه المسابقة ويقوم مجلس البحث العلمي بتمويل هذه المسابقة على أساس التنافس. الهدف منها حقيقة قبل كل شيء هو بث الوعي يعني في جميع القطاعات المعنية، سواء كانت القطاع الأكاديمي المعني بإخراج المهندسين إلى الواقع وتأهيلهم التأهيل المناسب، والمعماريين من جانب آخر. مسابقة تصميم البيوت الصديقة للبيئة، احنا كوننا مشاركين ننظر لها ان لها أهمية خاصة، يعني انه هذه المبادرة الطيبة من مجلس البحث العلمي لتدشين هذه المسابقة على هذا المستوى الكبير في السلطنة، واللي تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى السلطنة. هذه المسابقة تكتسب أهميتها هذه أنه من الموروث الحضاري للآباء والأجداد في الهندسة المعمارية قديما في عمان، الآن هذه المسابقة جاءت حتى تعيد الأساليب اللي استخدمها الآباء والأجداد فيما يخص المواد والأساليب اللي هي الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة من مثل الطاقة الشمسية وباقي المواصفات والمعايير لموارد الطاقة والمياه.
tenants or sellers or a mechanical room where there's an air conditioning unit or a boiler and heating climates. نحن نمثل جامعة السلطان قابوس، ولكن في الواقع الفريق يتكون من مجموعة فرق، فهناك فريق من جامعة السلطان قابوس وفريق من مكتب استشاري معروف كبير في مسقط وفريق من بلدية مسقط وفريق من مقاول أيضا معروف في مسقط. جامعة السلطان قابوس تشارك بثقل كبير في اختصاصات متعددة في الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والكهربائية، وهناك اهتمام كبير بدور الطلبة في هذه المشاركة لأنهم بناة المستقبل وعليهم مواجهة المستقبل الكبير كما يكون في العالم. طبعا هذه المسابقة تتخذ أهمية كبيرة، هي ليست مجرد مسابقة اعتيادية، هي رسالة كبيرة للمجتمع حول موضوع البيوت الصديقة للبيئة وحول الاقتصاد في الطاقة. هي تخاطب قضية كبيرة على مستوى العالم، كل العالم الآن يتحدث عن البيوت الصديقة للبيئة والاقتصاد في الطاقة، لأن المستقبل الذي يواجه العالم هو نضوب الطاقة ومشاكل التلوث وكثير من الأمور الأخرى. أعددنا خطة عمل للبرنامج لكي يعني نخاطب مجموعة متطلبات في هذه المسابقة. نخاطب موضوع مهم، وهو أن يكون بيت يمثل عمان، يمثل البيت العماني، المجتمع العماني. أيضا يخاطب مشكلة الاقتصاد في الطاقة والتعامل مع المناخ الحار الرطب في مسقط وكيف نقتصد في هذا الاتجاه. يخاطب موضوع آخر وهو مواد البناء، مواد البناء التي توفر الاستدامة، التي توفر إمكانيات محلية وتطوير الإمكانيات في البناء المحلي. فإذا هي تجربة شاملة، هي ليست مجرد تصميم، سنشارك بفرق عمل أثناء تنفيذ المشروع والإشراف على المشروع وإشغال هذا المبنى وإعداد قياسات لهذا المبنى في المستقبل. نأمل أن يكون هذا تجربة رائدة لكي تعمم بعد أن تنجح هذه التجربة إن شاء الله على مجمل المهنة الهندسية والبناء في السلطنة، ليكون رائد لتكرار مشاريع على مستوى كبير. ونحن لنا الأمل الكبير في أن نكون إحدى الفرق الفائزة في هذا المشروع إن شاء الله. Any orientation, any number of stories, size of the house can be changed, anything can be changed now. Anything you want. You don't have to. You can take default sort of figures for cost of inefficiency improvement. طبعا من خلال هذه المسابقة نتوقع أنه يكون في تغيير جذري في طريقة تفكير للطالب، أنه إحنا لازم نغير تفكيرنا من ناحية تغيير الاستراتيجيات حتى في التصميم نفسه. يكون عندنا رؤية مستقبلية متطورة ومتقدمة، ما بس نفكر بالأشياء اللي سويناها في الماضي، ممكن نسوي أشياء جديدة في الحاضر. كمهندسة معمارية راح تضيف لي كثير، أولها الخبرة والإكسبرينس اللي راح أكتسبها من العمل على هاي المسابقة، لأنك بتكون بنشتغل عليها مشروع حقيقي وبيكون يعني على أسس حقيقية وعلى ستاندرز حقيقية يعني. فبالكلية بنشتغل مشاريع خيالية، بس هذا بيكون كمشروع حقيقي يعني، فراح تضيف لي كثير حتى في مستقبلا يعني، وبالذات جانب العمل المباني اللي تعتمد على الطاقة وتطوير الطاقة، هذا مجال جديد في عمان وراح يضيف حتى في المستقبل كثير يعني ليا كمهندسة كطالبة وكمهندسة في المستقبل إن شاء الله.